تم توقيع واحد الشراكه ديال التوامه بين الجمعيه ديالنا ومجموعه مدارس جون جوريس، مجموعه اللي رائده في المجال ديالها في مدينه الدروه. الهدف من هاد التوامه هو تبادل الخبرات من جهتنا في الجانب الطبي ومن جهه ديال المدرسه في الجانب البيداغوجي. ان شاء الله قررنا نديروا بزاف بوكو ديال لي زاكسيون في المستقبل. هاد لي زاكسيون غادي يحملوا الجانب التوعوي والتحسيسي للطلبه والاباء ديالهم، وغادي نضموا واحد لا كارافان هومانيتير اللي غادي تكون فائده نازل هاد لا ريجون. تم عقد شراكة بين مجموعة مدارس جون جوريس الدروة وجمعية المغربية للأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بن رشد. الهدف من الشراكة هو إقامة قوافل طبية وإنسانية وقيام بندوات تحسيسية والاهتمام بالصحة النفسية والصحة الجسدية ديال التلاميذ ديالنا. وتأتي هذه الشراكة في إطار سلسلة من الشراكات اللي كتجمع مجموعة مدارس جون جوريس بمجموعة ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني من أجل انفتاح المحيط ديالها.